أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. دكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، أهلا بحضرتك يا دكتور. وهنا في هذه الآية الكريمة سبحانه وتعالى ربط التوبة بالصدقة أو أخذ الصدقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبعد. هو في عدة معاني في هذه الآية الكريمة. هذه الآية تسبقها آية أخرى وهي حث على الصدقة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده إلى آخره. فكأن ربي سبحانه وتعالى لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ من الصحابة، وبالتالي هي آية عامة للجميع، أن يأخذ منهم الصدقات سواء كانت زكاة مفروضة أو كانت صدقات تطوع، لأن الصدقة بتطلق على الاثنين، تطلق على الزكاة المفروضة وتطلق على التطوع. فالله تعالى لما أمر النبي الكريم بأن يأخذ من أموالهم صدقة وبين لهم أن هذه الصدقة لأنفسهم وهو غني عنها سبحانه وجل في علاه، وقال علتها تطهرهم وتزكيهم بها، يعني تطهرهم من العيوب ومن الضغينة ومن الأحقاد ومن الغل والحسد وخلافه. إنه طبيعي الفقير لما يرى الغنية سيحسده، فلما الغني يعطي له هيدعي له ويحبه وتذهب هذه البغضاء والحسد اللي بينهم. وبعدين يحثهم بقى على هذا، تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعي لهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا، ده حث بقى، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. إيه الرابط بين التوبة والصدقة؟ سيدتي الكريمة، نحن نعرف أن التوبة إنما هي سبب عظيم جدا لتكفير السيئات، لكن عندما تشفع التوبة أو تتبع بعمل صالح يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فأنا لما أحب أتوب أقدم بين يدي التوبة شيئا. كان أبو بكر الصديق ربما لا تسعفه مسألة الصدقة كثيرا، مع أنه كان يعني ما شاء الله صدق بكل مالي في بعض الأحيان. يعني إيه لم تسعفه الصدقة؟ يعني ربما لم يكن قادر في وقت من الأوقات أن يتصدق ربما. فكان إذا أراد أن يجدد توبته صلى ركعتين. العلماء استفادوا من هذا أن في ركعتين توبة. البعض الآخر قال لي يعني ده هي عمل صالح بين يدي التوبة. الشاهد هنا فين؟ هنا ان انا لما بصلي الركعتين قبلهم الله عز وجل. فلما بدعي بعد الركعتين ان ربنا يغفر لي ويتوب علي سيقبل الله سبحانه وتعالى. كذلك الصدقه، كذلك الصدقه من باب اولى. ولذلك نحن بعد كل صلاه نعمل ايه؟ بنستغفر الله سبحانه وتعالى. الاستغفار بعد الصلاه اولا بيكبر ما كان فيها من نقص، ثانيا هو ان شاء الله بعد هذا العمل الصالح مقبول. بعد العمل الصالح مقبول. وقد قال الله تعالى في سوره الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح. يبقى تاب آمن عمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن التوبة يجب أن تترجم إلى عمل، يجب أن تشفع بعمل صالح. أعظم الأعمال الصالحة، هناك عملان يا سيدتي أو نوعين من العمل الصالح، نوع ينفعني أنا بشخصي ونوع النفع فيه متعد للغير. صلاتي لنفسي بس، طب صدقتي لي وللغير. أحسنتي، لأن فيها نفع للغير. فكانت الصدقة بعد التوبة من أعظم الأسباب التي تجعل التوبة مقبولة. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة. يقبل، احنا لما بنسال كمشايخ ايوه هو ربنا قبل ولا ما قبلش؟ مظبوط، احسنتي، ربنا يبارك لك. ايوه احنا ما نقدرش نجاوب، صح، من الخطا ان اجيب او لا، لكن من الواجب علي ان اعلم انه لابد ان تكون عندك ثقه في الله وحسن ظن به. انا عند ظن عبدي به صحيح، فالسؤال غلط. يعني حضرتك تقول صلاتك صحيحه، ايوه صدقه صحيحه، انما مقبوله او غير مقبوله. هو غلط من ناحيتين. اولا غلط من انه سال من لا يعرف. مش اي حد يعرف. انا مش نبي يوحى الي عشان اقول السر مزع عليها الوحي اسال ربي قبلت ولا ما قبلتش. انا اصلا مش عارف انا قبلت ولا لا. فسال من لا يعرف، ادي رقم واحد. ولو كان شيخ مطمطم بالعكس، كل ما الشيخ علم يعني مرتبته في الدين هيبقى اكثر ايمانا بجهله في هذا الشأن. نمره اثنين، اساء الظن بربه. لانه اما اكون بعمل عمل
وعارف ان عامله لحد بيقدر، انا مش هساله انت مبسوط ولا لا، هو كده كده بيقدر. صحيح. فانا لما سالت هو ربنا قبلني ولا لا، معناه ايه؟ ان اسات الظن بربي، فهما خطأان. صحيح. الخطأ الاول ايسر من الخطأ الثاني، لانه لما سالني وانا ما اعرفش اقول له الله اعلم، انما لما اختلت عقيدته وضعف تعلقه بربه وساء ظنه في الرب، ما هو كلمه الناس قال انت قبلتني ولا لا يا رب، ده سوء ظن. والله تعالى يحب منا ان نحسن الظن، وقد قال انا عند ظن عبدي بي. جميل. اذا احنا عندنا مدخل مختلف عن المداخل اللي الناس بتتصدق بيها، يعني داووا مرضكم بالصدقه، او مثلا يعني جاله فلوس فبيطلع منها صدقه، يعني في مدخل مختلف خالص، طبعا، وهو انه عمل ذنب او زي يعني بدل ما يقلع عن هذا الذنب والعزم على الا يعود، و يبقى تصدق. انه كمان يضيف اليهم الصدقه، وده باب كبير ومهم ومذكور في القران الكريم. يا هانم، هو اللي بيحلف على يمين وعايز يرجع فيها، صحيح، كفاره، بس بيرجع اطعام. ايوه. طيب أيوة. اللي مش عارف عمل ايه اطعام، ايوه صحيح. اللي قتل خطأ اطعام، اي حاجه فيها ذنب بيجي الاطعام والصدقه بيجي قبل حتى الصيام. يعني علمائنا الحاجه الوحيده اللي قدم فيها الصيام على الاطعام هي الظهار، من باب يعني تأليم النفس طبعا. فقال امساك الصيام قبل انما في الوضع الطبيعي ياتي الاطعام حتى قبل الصيام. ليه؟ لانه الاطعام في حد ذاته والصدقه في حد ذاتها سبب من اسباب قبول التوبه. نعم. خلينا نروح نشوف تقرير عن محطات التحليه ونرجع نكمل حلقتنا. أحيي حضراتكم من محافظة الإسماعيلية. تعالوا شوفوا فرحة الناس وسعادة الناس. كنا بنتكلم زمان عن أبار المية، لا النهاردة بقى إحنا طورنا الموضوع بكتير قوي، من باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حبينا نسقي الناس من المية اللي بنشرب منها في بيتنا، حبينا نكرم الناس من الحاجة اللي بنستخدمها في بيتنا، فعملنا حاجة اسمها محطات تحلية للمية. يعني ايه محطات تحليه؟ يعني بنفلتر الميه بعد ما بنجيبها من باطن الارض. ليه؟ لان ممكن الميه يبقى فيها اذى للبني ادمين، فاحنا قلنا لا، نعمل محطات تحليه للميه علشان الميه تبقى اجود شيء للبني ادم، من باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عايز حضراتكم تيجوا هنا وتشوفوا البركه والخير اللي احنا فيها. فاحنا النهاردة جايين نقول لحضراتكم مش سقي الماء بس، لا لا لا، ده احنا بنفلتر المية ونقدمها على احدث طراز، على افضل شيء، علشان ننفع الناس ولا نضرهم. المحطة اللي ورانا دي بيشرب منها الانسان، وبيسقوا منها النبات، وبيشرب منها الحيوان. ليه بقى؟ لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصدقة عن الميت سقي الماء. وعايز افكر حضراتكم بالمرأة البغي من بني إسرائيل التي سقت كلبا. عارفين يعني إيه معنى بغي؟ يعني كانت تتاجر بعرضها أعزكم الله، ودي مهنتها. مرة واحدة سقت كلب فغفر الله لها لأنها سقت هذا الكلب. قال الأئمة سبحانك يا رب، إن كانت الرحمة بالكلاب تغفر الذنوب والخطايا للبغايا، فكيف برحمتك لمن يوحد رب البرايا. فإذا كانت هي سقت كلب وربنا غفر لها، فما بالك باللي بيسقي بني آدم ومش أي مية. لا، ومحطة التحلية مع جمعية البر والتقوى طبعا محتاجة تكلفة شديدة جدا، ومحتاجة شغل على أحدث طراز، ومحتاجة متابعة وصيانة. إن شاء الله كل ده بنفس حضراتكم وببركة حضراتكم. وما تنسوش صل على الحبيب قلبك يطيب. أحييكم من محافظة الإسماعيلية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعليه أفضل الصلاة والسلام. احنا عايزين نرجع للآية الكريمة
اللي فيها يأخذ الصدقات. الله يكرمك. سبحانه وتعالى يأخذ الصدقات. ربنا يبارك لك يا رب. طبعا الشيخ أحمد مبهج. أيوة جميل. والبير كمان ولا المحطة مبهجة الحقيقة. ربنا يتقبل يا رب. اللهم أمين. وعمل رائع جدا بتقدمه البر والتقوى. يعني هل ربنا سبحانه وتعالى يأخذ هذه الصدقة؟ أحسنتي. هي فكرة بقى يأخذ الصدقات دي. هو مين اللي بياخذ الصدقة؟ يعني أنا دلوقتي هطلع 10 جنيه. اللي هياخدها الفقير. بالضبط كده. الحقيقة يا سيدتي أنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. وده اللي فهمته لنا أمنا عائشة عمليا. كانت تطيب الصدقة. فالساعي اللي في النص لا ياخد الصدقة يوصلها المرسال. زي جمعية البر والتقوى هي المرسال بين الناس والمحتاجين. يقوم يقول لها ما هو هياخدها يصرفها. ده راجل غلبان. فتقول له أنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد هذا المسكين. أيوة. وده فهمنا للموضوع. يأخذ الصدقة يا فندم كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ التمرة يربيها ينميها نيجي يوم القيامة لا مثل جبل أحد. نفس الحديث كده يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة المهر الصغير. تخيلي تيجي تلاقي الحاجة القليلة دي حاجة رائعة جدا وفوق. علينا أن ندرك هذا. ولذلك لما ربنا قال يقول إن تقرضوا الله قرضا حسنا. وانا اقرضك يا رب ازاي؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ازاي اقرض ربنا؟ هو ربنا فقير؟ هو انا هضع لربنا سبحانه وتعالى القرض ازاي؟ لما يقول ربنا عز وجل استطعمتك فلم تطعمني. كيف اطعمك وانت رب العالمين؟ فلان استطعم فلم تطعمه. مرضت فلم تعودني. كيف اعودك وانت رب العالمين؟ فلان مرض. الله عز وجل اذا يتعامل مع العباد سبحانه وتعالى كانه هو. فلما تحسن العباد كان بتحسين ربنا. لما بتدي للعبد كان بتدي لربنا. وده ملمح مهم جدا يجب ان نلتفت اليه. ان برضو عمل يكون لله تعالى خالصا. طبعاً. نساهم في 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 محطه زي دهيا يبقى نيتنا خالصه لله رب العالمين. حتى لو اسمنا اتحط عليها هو كمان ما يبقاش ده الهدف. نعم. بعد المكان وعدم استفاده حد هعرفه منه. كل دي عوامل بتساعد انه الموضوع يبقى يعني في اخلاص. لان انا مش مستني منهم حاجه. صحيح. مين اللي هيعرفني اصلا؟ فمش مستني حاجه. صحيح. طيب يبقى ربنا بياخذ الصدقات. نعم. يخلف ويربي. الله. ويضاعف. الله. هو فعلا كده. بيقبل التوبه. وبالذات لما اتبعها واشفعها بالصدقه. فياخذها سبحانه وتعالى مني. وبعدين يربيها لي. ويزودها ويخلفها علي. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ففي ويضاعف بقى لمن يشاء. طبعا. الخلف المضاعفة في الأجر. والخلف في العطاء. وبالتأكيد لما ربنا هيعطي والله أحيانا المضاعفة في العطاء. طبعا. ما مش هيبقى زي عطائي. هو أكرم الأكرمين. بركة بقى ومادة وكل حاجة. وبالتالي العاقل الذي حتى عند الضائق يتصدق. انا اعرف اناسا لما بتبقى الدنيا زنقه معاهم يروحوا يتصدقوا. ليه؟ لان عارف ان ربنا هيبعت. ده المخرج. صحيح. لفك الضيق. صحيح. واعرف اناسا لما يبقوا مزنوقين ما يمشوش موظفين. لا يدوم حوافز. ما يمشوهمش. ما يمشوهمش جاي برزقه. فما فيش حاجه بتضيع عند ربنا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. ومن تفضل على عباد الله تفضل الله عليه. مش معقوله انا ساحسن الى من تحبي وفي نفس الوقت تكرهيني. أيوة. فما بالنا بربنا لما احسن الى عباد الله وهو يحب عباده. الخلق عيال الله. الفقراء اليه سبحانه وتعالى. فلما احسن الى عباد الله الله تعالى يحسن الي بالضروره. وبالتالي كلنا علينا ان نرجو رضا الله في الاحسان الى الناس مش في رضا الناس. في الاحسان الى الناس. طيب خلينا نروح نشوف تقرير اخر عن اعتقد غرفه العمليات في مستشفى البر والتقوى المصريه ونرجع نكمل حلقتنا. أحبائي وأعزائي من دمياط الجديدة مستشفى البر والتقوى. إحنا وصلنا أو بنصل إلى أمور كثيرة أوي 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 في بناء هذا الصرح وهذا العمل العظيم.
من فضل ربنا سبحانه وتعالى منذ شهر أو شهرين كنا موجودين هنا وبنصور، لكن أنا في الحقيقة لما جيت فوجئت بتطور غير عادي، وجدت أن كل المبنى من الداخل والخارج الحمد لله أصبح مكتمل، يمكن لستنى دور واحد بس، ولكن إن شاء الله رب العالمين الأهم من إن احنا نخلي الدور دوت يكون منتهي من ناحية الهيكلة الخارجية. عايز أقول احنا محتاجين الأجهزة داخل هذا المكان. أنا عندي في الدور الأول أو الدور اللي احنا شايفينه ورايا ده العيادات، عندي قسم للطوارئ، عندي أجهزة، عندي عيادات لكل أنواع العمليات اللي هي الخاصة بعمليات اليوم الواحد، كل ده موجود، معمل تحليل. عايز أقول لحضرتك أنا محتاج حاجات كتيرة قوي قوي علشان أكمل هذا الصرح بإذن الله رب العالمين. عايز أقول لحضرتك إحنا محتاجين مغسلة كبيرة قوي عشان تاخد هذه الأسرة اللي هي الحاجات الغطيان والملابس المرضى اللي هيكونوا موجودين، اللي أنا بطلع معاكم دور دور وحاجة حاجة عشان أقول لكم التصور أو الشيء اللي موجود بإيديكم أنتوا بصداقتكم وبالخير اللي أنتوا بتبعتوه لجمعية البر والتقوى. عايز أقول لكم قد إيه الأمر غير عادي. عايزين أجهزة يا جماعة نملى المكان بالأجهزة ديت علشان خلاص يلا عايزين الزيارة الجاية إن شاء الله اللي هتكون الشهر الجاي الشهر اللي بعده تكون الأجهزة دي اكتملت، ونبدأ بقى ندخل للناس المرضى ونسلم عليهم وحضراتكم تدعو لهم تبقوا فرحانين وهم بيتماثلوا للشفاء. يا جماعة احنا خلاص داخلين على نهائيات المستشفى بقضاء الله تبارك وتعالى وبكرمكم ان شاء الله سيفرح الكثير من الناس المحتاجين، وعايز اقول اكثر الاحتياج ليس هم ولكن نحن المحتاجين لهذا الخير. اشوفكم على خير وفي تقارير اخرى باذن الله رب العالمين داخل المستشفى. التصدق بقى في علاج المرضى. أولا التصدق في علاج المرضى بيدخل في حاجتين، تخفيف ألم وأحياء نفس. الله. تخفيف الألم مهم جدا. إن حد بيتألم فتكونين سببا للتخفيف عنه ده شيء رائع. المجتمع الإنساني الجميل الإسلامي كان بيخفف الألم حتى بالكلمة الطيبة. صحيح. بالفعل. ولعل ذكرت حضرتك في يوم من الأيام إن كان في وقف اسمه وقف الأمل. طبيب يخلص من هنا يروح داخل اتنين متأجرين مدفوع لهم أجرة لابسين بلطو كده كأنهم ممرضين ولا حاجة وما لهمش علاقة خالص، فيقفوا قريب من المريض ومسكين كده بالورقة في ايدهم ولا حاجة. الله، هو الطبيب قال ايه؟ يقوم التاني يقول بصوت عالي قوي ده الحالة كويسة قوي ومستقرة جدا، هو ما كانش متخيل كده، ده بعد أسبوع ولا اتنين هيتماثل للشوق هيبقى زي الفل ويروح ماشيين. فالمرض يحصل له ايه؟ نفسيا طبعا تفرق، يتأثر فيه جدا. فتخيل تخفيف الامل. عشان كده جت مساله الزياره. الزياره مهمه جدا. لماذا لم تعودني؟ يا سيدي بلاش تاخد شوكولاته معاك ولا بتاع، بس روح روح وادعي لهؤلاء المرضى وادهم امل، اطلب منهم يدعوا لك. انت عارف دعوه المريض مستجابه طبعا، يعني الواحد لما يزور مريض كده ويبث فيه الامل ويطلب منه ان يدعي له ويرقيه برقية كده بسيطة، اسأل الله عظيم عشان ان يشفيك مثلا، كل هذا بيدفع. فتخفيف الالم مهم جدا. نمرة اتنين احياء نفس. احياء نفس يعني ايه؟ حد يقول له انت ما تقدر تحيي نفس؟ انا ما اقدرش، بس في اسباب جعلنا الله اسبابا. صحيح كل انسان له اجله المحتوم، لكن انا مأمور بالاخذ بالاسباب. تداوى عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. علمه من علمه وجهله من جهله. وبالتالي إن إحنا نبذل جهدنا المادي والمعنوي في المستشفيات، وانت عارف حضرتك قد ايه المستشفيات معضله للناس جميعا، والدوله مش هتقدر تقوم بكل حاجه بطبيعه الحال. فيجب ان يساهم المجتمع المدني، ونقدر نحط هنا صدقاتنا الجاريه من اعظم انواع الصدقه الجاريه الباقيه ان شاء الله رب العالمين، اللي فيها انسان هيدعي وانسان ربنا هيكرم هيجعل له الحياه مستمره على ايدينا، وبدل ما يعيش هيعيش عمره هيعيش عمره، فبدل ما يعيش عاجز ويعيش مكسح ويعيش متالم ما يعيش بصحته ويعيش بعافيته. نسأل الله أن يعافينا جميعا من كل بلاء في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا دكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة. أشوفكم على خير في حلقة بكرة بإذن الله.